والله أولا شكرا جميلا، شكرا جزيلا لك على هذا السؤال أخي الحبيب. هو الحقيقة يعني في كذا قصيدة يعني لها مناسبات، لكن سأقرأ لك قصيدة وإن كانت هي طويلة لكن سأحاول أنا يعني أختصرها. هي بعنوان اليتيم. يعني اليتيم يعني اسم يقع يعني منا موقع يعني مؤثر جدا يعني، وهذه الفئة يعني للأمانة يعني يكفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافي اليتيم كهاتين وعشر بإصبعيه السباب والوسطى. يعني فنحن نتعانى ونتعاطف معهم كثيرا يعني الأيتام، وخاصة من كان مثلي و يعمل في مجال التعليم، يعني تمر عليه عينات كثيرة منهم يعني، ونلمس ذلك فيهم عن قرب يعني. ففي قصيدة لي بعنوان اليتيم، هي يعني ليست هي الوحيدة، لا بس هي من القصائد المقربة، لذلك أنا قلت لك يعني هي ليس لي قصيدة واحدة مقربة مني، فسوف أقرأ لك منها جزئية. وبالمناسبة يعني أتمنى أنه ما حد يعني يتحسس منها، لأنه هي القصيدة على شكل قصة من نفس واقعنا يعني، من نفس واقع التعليم يعني، فما هو يعني بالضرورة انه فعلا في معلم كان بالشكل هذا، لا هي قصة تصورية او قصة تخيلية لكنها تتكلم عن اليتيم. سأقرأها لك. دخل المعلم فصله متأخرا متثاقلا قد كاد أن يتعثر، وعليه غم للصغار مروع وكأنه ما ذاق طعما للكرى. قد بات مشغولا بدربي ولم يفتح كتابا أو يعد الدفتر. دهش الصغار فكلهم مترقب، والذنب هذا اليوم لا لن يغفر. وإذا به يختار من طلابه طفلا خجولا بائسا متحسرا. قم يا شقي إلى الأمام بسرعة، امسح لنا لوحا شبيهك أغبرا. فمضى ينفذ والجميع مكانهم، والويل ثم الويل أن يتأخر. كيف يا صبي أشتم منك قذارة، فبكى ولكن المعلم لا يرى. الثوب مشقوق عليك مرقع، هذا حذاؤك سيء لا يشترى. والرأس قمل والأظافر غثة، أبعد بعدت مللت منك المنظر. هيا عريف الفصل خذه بقوة صوب المدير لعله أن يحقر. طرقوا اجتماع مديرهم في غفلة، والجمع أومأ للصبي وأنكر. هذا الصبي لكم يقول معلمي، أقلض عقابا قبل أن يتبطر. قال المدير: دعوا الصبي وأبعدوا، بالله قل لي ما دهاك وما جرى. الدمع أولى إجابة نطق الفتى، والحزن أطبق والفؤاد تكسر. لا أم تطعمني إذا ما جئتها، لا أم تغسل معطفي والمئزر. لا أم ترعاني مريضا ليلتي، لا أم تحنو إن رأيت الخنجر. وأبي كذلك لا أب في فرحتي، الكل يا أستاذ في عمق الثرى. لا يعلف وأبي كذلك لا أب في فرحتي، الكل يا أستاذ في عمق الثرى. لا يعرف الحلاق مثلي مرة، وكذاك من خاط الثياب وصور. بيت الرصيف ولقمتي مستورة، والله يستر طالبا مستحقرا. فأنا يتيم وهذه بعض إجابتي، يا ليت أستاذي يكف إذا درى. وأنا حرمت نعيمكم وحياة، وأنا حرمت حياتكم ونعيمها، أرجوكم لا تحرموني الدفتر.